ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يردد الناس صوموا تصحوا، هذا فيه يروى فيه حديث وهو غير صحيح، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الصيام لا شك انه يصحي الجسم في لما فيه من الطاعة، ولما فيه من خلو الجسم من اخلاط الطعام وتحمل الجسم على الصبر، وعلى ففيه صحة. نعم.